الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إبراهيم الفراهيدي من ثقات الأثبات قال: حدثنا هشام، وهشام هنا هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وإن كان رجاء لكنه ثقة ثبت، عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس القرشي الأزدي القرشي، قال: عن جابر بن عبد الله، وجابر هو طبعا عنه وهو مدلس، وجابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وأس كان به. الوأس هو الألم الشديد في اللحم دون العظم، الوأس هو الألم الشديد في اللحم دون العظم، فقال احتجم على وركه، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الاحتجام أيضا قد يصح في هذه المواطن، وقد نقول الحجامة قد تكون لكل في كل المواضع، لكن تعلمون أنه الصاحب لما احتجم أو التابعي لما احتجم على هامته فقد الذاكرة، فعامة الوقوف عند المواطن التي جاءت على النبي أولى، الوقوف عند المواطن التي جاءت على النبي أولى بكثير. فهنا قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ختم الباب، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وركه من وأس أو من وسء كان به، احتجم على وركه من وسء كان به، يعني تعب شديد على اللحم دون العظم، فاحتجم له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجامة أيضا تبين أنها كانت من باب الطب، وقلنا بأنها الآن يعني لها مكانة عظيمة جدا. يبقى لنا النواقض والفوائد، ستأتيكم الفوائد. طيب، فعل النبي تشريع، الأخذ بالأسباب من حسن التوكل، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. بقي لنا نواقض الإسلام، صلي وأتيكم ننتهي من نواقض الإسلام إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.